اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي معادنا نشوف هيئه الارصاد الجويه هتقول ايه النهارده في الجو. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للبروده الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ومائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين. كمان هنلاقي شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. طقس النهاردة هيكون مائل للبرودة دكتورة منار، يعني إحنا مستنيين شوية إن يحصل فيه انخفاض في درجات الحرارة، إحنا مش متعودين إن الجو يكون يعني دافي بالمنظر ده في الفترة الأخيرة. بالفعل يمكن إحنا كمان اليوم هنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مش انخفاض في درجات الحرارة، لأن إحنا هنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، بالإضافة كمان إن الكتل الهوائية هتبقى كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، هتكون مرتفعة بدرجات حرارتها، فهنحس بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة مع سطوع أشعة الشمس. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع تكون 24 درجة مئوية، لكن تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. الأجواء بنبدأ بيها خلال فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة، لكن مع دخول ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس هنبدأ نحس بالأجواء المعتدلة تماما خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء. لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل هتبدأ تاني درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، ويمكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بدأنا كلنا نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. الصغرى بتكون 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعض المناطق شمال الصعيد بتوصل ل 10 و11 درجة مئوية، الأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء. طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة ووجود الشبورة المائية اللي دايما بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتأدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، لأن احنا خلاص زي ما بنقول في انخفاض في درجات الحرارة فترات الليل، بالإضافة كمان هدوء سرعات الرياح هيساعد على تكثف الشبورة المائية، وده المتوقع يستمر معانا إن شاء الله على مدار 72 ساعة القادمة. فرص الأمطار اليوم الموجودة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين هي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليوم. تمام، كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-15، الإسكندرية 23-14، العلمين الجديدة 23-15، مطروح 22-14، دمياط 23-16، بورسعيد 23-14، والإسماعيلية 25-15. السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 22-16، كاترين 19 والصغرى 7 وهي بتسجل أقل درجة حرارة موجودة معانا النهاردة، طبق العظمى فيها 22 والصغرى 15، حلايب 27-20، شلاتين 30-20، شرم الشيخ 27 والصغرى 19، والغداء 28-18. الأجواء ما زالت في المعدلات اللي تقترب من الجو الحار في الصعيد، احنا شايفين الفيوم 25-12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 27-13، أسيوط 25-11، سوهاج 26-12، قنا 27-14، الأقصر 28-15، وأسوان العظمى فيها 29 والصغرى 15. مشاهدينا خلينا مع بعض دلوقتي نشوف الأخبار أو الأحداث اللي هتحصل النهاردة، منها انطلاق الجلسة الثنائية للبورصة المصرية السلعية واللي بتستهدف إتاحة السلع بسعر عادل، وكمان توفير الحماية لصغار المزارعين وتحقيق استقرار الأسعار. كمان النهاردة هينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وبالنسبة لماتشات كاس العالم، في 4 مباريات قوية النهاردة في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات. خلينا نعرف التفاصيل من التقرير اللي جاي.